أمت الحشود التي فاق عددها الآلاف دار طائفة الموحدين الدروز في سيدني أستراليا، من شخصيات رسمية من نواب ووزراء ورجال دين من طوائف مسيحية وإسلامية ورؤساء وأعضاء بلديات وأحزاب وجمعيات ومجالس وروابط ومجالس ثقافية وروحية وسياسية واجتماعية وكافة الوسائل الإعلامية العربية، معزية بالمرحوم أخي الحبيب البطل كمال برجس المغوش الضابط السابق في الجيش العربي السوري، والمرحومة زوجته سعاد المغوش أم لؤي، والمرحومة سهيلة خضر أرملة المرحوم جميل حمد المغوش، الذين لاقوا حتفهم رحمهم الله في حادث سير أليم على طريق دمشق السويداء. وكان في مقدمة المعزين النواب من أصل عربي السناتور شوكت مسلماني والأستاذ طوني عيسى والوزيرة والنائبة بربارة عبود بيري والقنصل السوري الفخري ماهر الدباغ ورجال دين من طوائف مسيحية وإسلامية، واتصل من سوريا السفير السوري السابق تمام سليمان والقائم بالأعمال جودات علي والسفير اللبناني الدكتور جان دانيال والسفير السابق لدى أستراليا ونيوزيلندا الدكتور لطيف أبو الحسن والقنصل اللبناني العام روبير نعوم ومعتمد مشيخة العقل في أمريكا الشيخ زهير بلوط والأديب محمد زهير الباشا والدكتور الأديب عصام حداد. وتلقيت مئات اتصالات التعزية من جميع المدن الأسترالية وسوريا ولبنان وبعض دول العالم. تحدث بداية عضو الجمعية الشاب مازن عبد الصمد معزيا ومقدما رئيس الجمعية نائب رئيس الجمعية ملحم حلاوي الذي قدم تعزيه وأشاد بشقيق الغالي البطل كمال وأهلنا وأجدادنا. وبدوري تحدثت شاكرا الحضور والمتصلين الكرام على مواساتنا بهذا المصاب الجلل، لأن أخي الغالي كمال كان بطلا رياضيا في حياته المدنية والعسكرية وبطلا مغوارا في الجيش الذي جابه العدو الصهيوني في عمليات نوعية، ولأنه بطل تصدى للفاسدين والمفسدين فكان عقابه السجن، ولكنه رحمه الله كان يسجن سجانيه الفاسدين من خلف القضبان لأنه الحق عينه وهم الذين أوصلوا بلادنا إلى هذا المنحى من الفوضى. وكان رحمه الله يردد دائما دعاء فيلسوف الهند الكبير طاغور قائلا: يا رب ساعدني أن أقول كلمة الحق في وجه الأقوياء ولا أقول الباطل لأكسب تصفيق الضعفاء. وأيضا رأس الحكمة مخافة الله، ويقول للطغاة: إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. قضى أهلنا والعديد من أقاربنا والأصدقاء وهو في السجن رحمهم الله جميعا، وسيبقى أخي الحبيب كمال في ذمة التاريخ قائدا بطلا مع زوجته الصابرة المؤمنة أم لؤي وزوجة المرحوم جميل المغوش وكافة أقاربنا رحمهم الله وطيب تراهم. وباسمي وباسم آل المغوش في أستراليا والوطن نتقدم من جميع الذين شاركونا العزاء بمصابنا الأليم إن كان بالحضور أو بالاتصالات الهاتفية والإعلامية، سائلين الله تعالى بأن لا يفجعكم بعزيز ولا يريكم أي مكروه، ونعتذر من عدم ذكر الأسماء لكثرتها، وإنا لله وإنا إليه راجعون.